هذا الموجز برعاية فنتلينك أوبيا. الرئيسة الجديدة لحزب الليبراليين نيام كوسابوني تؤكد على هامش مشاركتها في أسبوع الميدان أنها لن تتفاوض مع حزب إسفاريا ديمقراط اليميني المتطرف. سابوني أشارت في الوقت نفسه إلى أن دعم حزبها للحكومة معتمد على مدى تطبيق اتفاق يناير الرباعي. الرئيسة الجديدة للحزب الليبرالي هددت أنه في حال عدم الالتزام بالاتفاق فإنها ستغادره حتى لو تطلب ذلك جراء انتخابات جديدة. 3 من الأئمة الذين قررت مصلحة الهجرة طردهم من السويد بناء على توصية المخابرات السويدية قدموا اليوم استئنافا للقرار. الأئمة هم من أوميو ويافلا وفيستروس، وهم متهمون بتشجيع البيئات الإسلامية المتطرفة في السويد وتحريض الشباب على الانتماء للجماعات المسلحة في الخارج. مقتل نحو 40 مهاجرا وإصابة أكثر من 70 آخرين في غارة جوية استهدفت فجر الأربعاء مركزا لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء الضاحية الشرقية لطرابلس. يعتبر هذا الرقم حصيلة أولية لأن العدد مرشح للارتفاع بحسب فرق الإنقاذ. السويد تخصص لضباط وعناصر الشرطة الذين لقوا حتفهم أثناء أدائهم الخدمة جراء الجرائم والحوادث يوما خاصا بهم تخليدا لذكرهم، وسيحدد يوم 5 من أكتوبر تشرين الأول كتاريخ لتكريم هؤلاء على أن يقام مرة كل عامين. تقرير جديد يظهر أن نسبة التدخين في السويد انخفضت عموما، لكن ذلك يختلف اختلافا كبيرا بين الفئات العمرية. ووفق التقرير فإن 29% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 29 عاما كانوا يدخنون في الشهر الماضي، وهي نسبة أكثر من ضعف عددهم في أي فئة عمرية أخرى. هذا الموجز برعاية فنتلينك أوبيا.